يجب ان نكتشف طاقاتنا، كل واحد منا. مع نقاط الضعف والقصور، كل واحد اكو هنالك نقاط ضعف في حياته. اما حياته النفسيه او حياته الاجتماعيه. ولكن يجب ان يكتشف هذه النقاط وينميها وينميها. ابو ذر كان واحد مثل ولكنه نمى نفسه. استفاد من الطاقات التي اعطاها الله تعالى له. اكو بعض الافراد دائما ينظرون الى الجانب المظلم من الحياه. يعيشون من الناحيه الفكريه في شبهات. هذه الحاله العيش في الشبهات والنظر الى الجانب المظلم من الحياه هذه تدمر المواهب التي اعطاها الله تعالى للانسان. الانسان لازم يكون ايجابي ويا الافراد السلبيين لا تقعدوا. الافراد السلبيين ينقلون اليكم السلبيات الا لعلاجهم العلاج ذاك بحث اخر. الافراد المشككين اكو افراد يطرحون تشكيكات فد مره قلت لكم ان كل شيء قابل للتشكيك حتى وجودكم ووجودي اكو افراد كل يطرحون شبهات لا تقعدون وياهم يخربون روحيتكم الكتب اللي تنشر حالة السلبية والتشكيك التشكيك الفكري والسلبية النفسية أصلاً لا تطالعون هاي القنوات الفضائية اللي تبث الروح السلبية والتشكيك، لا تشوفوها. هاي تخرب دنياكم واخرتكم. واحد دائما يجب ان يعيش في الجو الايجابي. ويحاول ان يوحي لنفسه بالايجابي. ولا يقول ما اقدر. ولا يقول الاخرون يختلفون عني. لا، يقول أقدر بإذن الله، أتوكل على الله، إن شاء الله يصير، ماكو هنالك مستحيل، كل شيء ممكن بإذن الله تعالى إلا جمع النقيضين وارتفاع النقيضين. الفلاسفة يقولون كل المحالات العقلية ترجع إلى اجتماع النقيضين جمعاً ورفعاً. فقط في الوجود عندنا شيئان مستحيلان، اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين، اي مستحيل اخر في الوجود ما عندنا. هذه الطاقات الكبرى اللي الله سبحانه وتعالى اعطاها نستفيد منها. احنا نعيش في هذه الدنيا ايام قلائل وبعد كم يوم ننتهي. وهذه الطاقات تنتهي. واحد عندما يدخل مرحله الشيخوخه تنتهي هذه الطاقات، واحد يستفيد من هذه الطاقات للتقدم في مجالات العلم، في مجالات العمل، وفي التقرب الى الله سبحانه، وعبوديه الله سبحانه وتعالى التي خلقها، خلقنا لاجلها، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا